مرحبا بالجميع. في زيارة من زيارات لروضة من رياض الأطفال في إحدى إمارات الدولة، موقف حدث أمامي فحبيت أني أتكلم عنه. الموقف هذا أن أطفال قاعدين يشتغلون على كتابة وقراءة وغير ذلك، نشاط من الأنشطة اللي يقدمونها في رياض الأطفال. ففي طفل وطفلة، الطفلة مبين إن هي ما شاء الله متميزة وعارفة وتكتب الحروف ويمكن تقرأ حتى. الطفل الآخر مبين عليه هو مبتدئ، يعني يدوب بعده يكتب الحروف أو الكلمات. فلاحظت هو طبعا نشاط جماعي، لوحة كبيرة والأطفال مثل دوائر، والأطفال قاعدين يكتبون ويرسمون، يعني كل حد بمساحته ويكتب، وبعض الكلمات مثل كلمات أنا وغيرها ويكتبها. فالطفلة هذه يعني أنا قربت منهم، حاولت ألاحظ أشوف الأشياء اللي قاعدين يشتغلون عليها. فالطفل ما شاء الله طفل صغير منكمش بشخصيته. الطفلة الأخرى المتميزة يعني كانت تحاول تكلم الطفل وإنه يكتب، فحاولت أنا أدخل في النقاش أو الحوار اللي هم قاعدين والأنشطة هذه. فالطفل أنا قاعدة أكلم الطفل، أنا حبيت أني أروح للطفل هذا أشوف أفهم شوي شخصيته، أشوف الطفل هذا. فأقول له بتكتب؟ تكتب أنا؟ فهو قاعد مركز على الكتابة، فما شاء الله عليها الطفلة المتميزة كل شوي ما شاء الله مثل ما نقول إحنا أتنط وتقول لا هذا الطفل ما يعرف يكتب، لا هذا الطفل ما يعرف يكتب ولا شيء. وحتى ما أعطت لنا الفرصة للطفل الآخر إنه يقعد ويكتب. فأنا كنت أقولها أنت حبيبتي، أنت عسولة، أنت اكتبي، خلنا إحنا نساعد هذا الطفل يكتب. فشفت الطفل قاعد يكتب شوي شوي، يبدأ يكتب حرف أ بعدين النون، يمكن بالمقلوب عادي. بس الفكرة اللي حبيت أوصلها إنه أنا أعتقد يعني من الموقف هذا اللي صار لي إن أطفالنا في الروضة مثلاً، أو إذا كانوا مثلاً grade 1 أو 2، محتاجين لتعلم مهارة وهي خاصة المتميزين ما شاء الله عليهم. إن ما نقول إحنا للأطفال الآخر أنت ما تعرف، أنت وأنت وأنت، لا، لازم إحنا نعلم أطفالنا هذا إن إحنا كلنا نتعاون. حتى لو أنت مثلا متميز، أنت ساعد الطفل الثاني، وننتبه إن الألفاظ هذه إن أنت ما تعرف، أنت ما تسوي، هو ننتبه للأشياء هذه، لأن هذا أكيد الطفل حسيته طول الفترة هذه. أنا يعني قعدت وركزت على الطفل هذا، الطفل منكمش على نفسه، حسيت إنه هو محتاج فقط إن حد يقول له يعني ما شاء الله عليك شغلك حلو اشتغل. فأنا يعني قعدت وكلمت إحدى الموجودات، قلت لهم أعطوني ستيكرز أو أي عندكم من الهدايا الموجودة، وتريت الطفل يكتب. فما شاء الله كتب الطفل وأنا حتى لو كانت مثلا بالمقلوب وعطيته الاستيكر، كلمته قلت له وانت بالاستيكر، فقال لي مثلا سوي هنا. ما شاء الله كل الأطفال كلهم يبون استيكرات. فمهم جدا الطفل من ناحية نفسيا نشجعه. حتى احنا كأمهات دورنا مهم جدا، احنا نشجع أطفالنا، يعني هذا مهم جدا. احنا كمعلمات كتربوين نشجع كل الاطفال، وننتبه لاطفالنا حتى المتميزين ان هم يشجعون الاطفال اللي يمكن مستواهم يكون اقل. وانا دائما اقول اطفالنا فقط محتاجين تطوير، اذا الطفل بهذا المستوى احنا فقط نزيد نعلمه مهارات معينه بمستوى اعلى. انا شخصيا مفهوم ذكي او المفاهيم الاخرى أنا هي موجودة، عندنا الآي كيو، عندنا دراسات والأمور هذه كلها موجودة، ولكن دائما أنا اهتمامي وتركيزي إني الطفل هذا كيف أنا أعلمه مهارات ويرتفع في مهاراته. هذه نقطة مهمة جدا. أتمنى أن الكل إذا أنتم عندكم أطفال في بيوتكم شجعوا الأطفال حتى لو كان بداياته بسيطة بقدر الإمكان. إذا إحنا تربويين معلمين معلمات في مجال الميدان أيضا نحاول نشجع أطفالنا بقدر الإمكان. شكرا والله يعطيكم العافية.